بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نورنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. حياكم الله مشاهدين المحترمين مع الحلقة العاشرة من برنامج الإسناد، ومع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نواه، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال: ولكن جهاد ونية. هذا طرف من حديث أوله لا هجرة بعد الفتح. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وبه إليه قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، أي في فم امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم،
فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: ربي زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي كاد أن يخرج وقت الصلاة، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أي لا يسقط ورقها في بعض العام كما هو الحال في سائر الشجر، وإنها مثل المسلم، أي هذه الشجرة مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ووجه الشبه بين المسلم والنخلة هو دوام النفع وكثرة الخير. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.